98.9 نحكيه الحقيقة اليوم على الجمعيات والمنظمات، وبصفة خاصة اليوم نحكيه على روتراكت كلوب أميل كار سيدي بوسعيد اللي نظم تظاهرة فكرية وهي البحث عن الحلول. الحقيقة هذه التظاهرة هي فريدة من نوعها، مانيش متعودين بمثل هذه التظاهرات، هذاك علاش كل التفاصيل باش ناخذوها مع أمين زريبة، هو أمين مير روتراكت كلوب أميل كار سيدي بوسعيد. توت سويت في الانترفيو. الانترفيو توت سويت. الانترفيو أمين، صباح النور ومرحبا. بخير. مرحبا امين زريبة، هو امين مال روتراكت كلوب اميل كار سيدي بوسعيد. دونك اليوم نحكيو على تظاهره باش تصير ان شاء الله الاسبوع هذا، هي تظاهره فكريه والهدف منها هو البحث عن الحلول، هذاك علاش من خلالك انت حابين ناخذوا فكره على كل التفاصيل في علاقه بهذه التظاهره. بي ليفينمون هذا هو هاكاثون باش يتمثل في 24 ساعه عم بحث على حلول. حلول على شنو؟ حلول مشاكل الترانسبور في تونس اون جينيرال، مشاكل الترانسبور بما فيهم التلوث تاع الترانسبور، النقل العمومي، السيركولاسيون اون جينيرال. معناها ليفينمون هذا باش يكون لو 18-19 مارس الويكاند جاي، معناها في غوميكود في لاك 1. دونك هي اليوم تحكيو على تيم بالنسبه للبحث عن حلول، نحكيو على النقل بصفه عامه، النقل العمومي والنقل الخاص هكا. اي هذا التيم هذا يعني خاص بتونس الكبرى والا خاص بمختلف مناطق الجمهوريه؟ خاص بكيف معناها المناطق الجمهوريه ولا حتى الاشي الانترناسيونال، معناها المشاكل هذه نراوها في العالم الكل، نتاع الامبوتياج ونتاع التلوث زاد في الترونسبور والكار جات مؤخر والنقل جا روتار زاد كيف. دونك الحلول كيفاش باش تكون؟ باش تكون من خلال دي زابليكاسيون ولا كيفاش باش تكون بالضبط؟ ينجم يكون في اطار جست افكار حلول، معناها ستارت اب نتاع بروجي، ولا تنجم تكون في اطار ابليكاسيون سيت ويب بلاتفورم، معناها اي ايدي تنجم تحل المشكله. التمويل بالنسبه للناس اللي باش يقدموا الافكار نتاعهم من خلالكم انتم باش يصير؟ الحقيقه باش نحاولوا نشوفوا لهم على انكوباتور يعاونهم باش يوصلوا الفكره نتاعهم للاخر. مي فما معناها جوائز ليكيبات الرابحه احسن افكار، معناها فما جوري ديجا. ايوه ليكيب الاولى مسابقه هي في النهايه باش تكون. اي مسابقه. أيوة. باش تكون مسابقه للفكره الاولى احسن فكره، معناها باش تكون جائزه 1000 دينار ومعاها فاوتشرز نتاع ريدكسيون من جو ماي كود. أيوة. ومعاهم اون فورماسيون من كودكس اكاديمي. ليكيب الثانيه عندها 600 دينار ومعها دو فورماسيون من كودكس اكاديمي، وليكيب الثالثه 350 دينار ومعها 3 فورماسيون من كودكس اكاديمي. ممتاز. دونك ثلاثه جوائز باش تكون قايمه، جوائز حبينا ولا كرهنا، لكن خلي الناس الكمين بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا تو اللي عندهم يعني مجموعه من الافكار ويحبوا يعني بلوروا الافكار نتاعهم هذه من خلال هذه التظاهره معكم انتم روتراكت كلوب اميل كار سيدي بوسعيد، كيفاش ينجموا يتواصلوا معكم؟ بي تنجموا تواصلوا معنا على كسوة الباج فيسبوك ولا باج انستغرام ولا حتى تكلموا على النمرو 96-799-235. نعاودوا لهم النمرو ما يسالش. 96-799-235. 96-799-235 ولا الباج فيسبوك نتاعكم روتراكت كلوب اميل كار سيدي بوسعيد هكا. اي وابروبو معناها باش تقيد ولا حاجه. أيوة. تنجم تقيد اومود سولو، معناها تقيد عبد وحدك 30 دينار. أيوة. باش تقيد في فريق معناها ايكيب نتاع 5 بيرسون 110 دينار، وباش تقيد اون ايكيب دو 4 بيرسون 100 دينار. واضح. دونك تقيد اذا كان عندكم افكار تنجموا تمشي وتبلوروا الافكار نتاعكم في هذه التظاهره تنجمها اللي تنظمها بليتو روتراكت كلوب اميل كار سيدي بوسعيد. دونك نعاود نذكروا بالدات نتاع ليفينمون وقتاش بالضبط؟ لو 18-19 مارس. وسامحني حتى كان ما عندكمش افكار ثم دي فورماسيون دي ورك شوب باش يصيروا سيغ بلاس. ممتاز. ينجموا حتى يعاونوكم كيفاش تخرجوا دي زيدي، يعاونوكم تجيبوا افكار جدد معناها. دونك باش يكونوا نهارين 17-18 مارس في تونس. سامحني 18-19 مارس في تونس. اي في جو ماي كود لك ان. واضح. بالتوفيق ان شاء الله امين زريبه ليك ولكل الفريق. الحقيقه فكره مزيانه اليوم، اذا كان عندك مشكل في الترونسبور، اذا كان ترى انه الترونسبور اليوم مقلقك، نحكيو على الكار جات روتار والا النقل ما فماش، والا نحكيو زادة على التلوث البيئي من خلال السيارات، نحكيو في علاقه بالنقل، وعندك فكره باش نجموا نحلحلوا كل هذه الاشكاليات، تنجم تشارك مع روتراكت كلوب اميل كار سيدي بوسعيد. تظاهره فكريه تعطيوا الافكار نتاعكم، فما دي فورماسيون زاده باش يصيروا، واكيد الفرق الفايزه خاصه الثلاثه الاوائل باش تكون عندهم ثلاثه جوائز. شكرا لك امين زريبه، هو اميل مال روتراكت كلوب اميل كار سيدي بوسعيد. هذا شنو كان عندنا بالنسبه لليوم في الانترفيو. الانترفيو
Tout de suite, l'interview.